مشهد تمثيلي تضامنا مع إيقاف عرض مسلسل عالم الست وهيبة. بسبب الأمطار شاب يستخدم دراجته المائية للتنقل بين شوارع الموصل. وغضب من مسلسل مصري سخر من آلام الفلسطينيين. والمزيد من قصص وأحداث السوشيال ميديا، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ مع أبرز ما تم تداوله محليا، حيث ما زال مسلسل عالم الست وهيبة يتصدر الترند بعد أن تم إيقاف عرضه. فالمشاهد العراقي الذي كان ينتظر عرض الحلقة لم يستوعب بعد أنه لن يستطيع مشاهدته. في الفيديو التالي سنشاهد مجموعة من الشباب يتحدثون بحزن ويطالبون بعودة المسلسل، لنشاهد. والله العظيم أكثر خبر ضوجني وقفوا مسلسل عالم ست وهيبة والقرآن الكريم، بس هو المسلسل الوحيد اللي انتظر الحلقة ما تنزل. فقر واحد وكل احنا اليوم كنا ها شوفوا علي من ضايج بس تابعته فقر علي من ضايج والله العظيم يوميا قاعدين هنا ونعرض الحلقة وتلتم عندنا الناس كلها ونشوفها. يا اخي مسلسل بيروحية، يعني تحس الفنانين يعني مبدعين والله العظيم. ولك احنا تو مهدي وصل 2007 مو 2006 منتظرين شو يسوي، بس يلا بعد ان شاء الله يرجع ان شاء الله. وفي مشهد تمثيلي نشر محبو مسلسل عالم الست وهيبة مشهدا يتحدث عن حزنهم اثناء انتظارهم لعرض المسلسل كما اعتادوا في الساعة 9 مساء، دعونا نشاهد. مشاهدينا، التعليقات الجمهور المتابع للمسلسل كانت كثيرة، فالكل تفاعل وكتب وطالب بعودة عرض المسلسل من جديد. محمود الأسدي علق: القضاء على شنو؟ استند ووقف بث المسلسل، معقولة استماع لطرف واحد ووقف بث المسلسل؟ حرية وديمقراطية فقط حبر على ورق، أما في الواقع لا حرية ولا ديمقراطية. منتصر كتب: قرار غير منطقي وغير منصف، نتمنى عودة المسلسل بقوة حتى ينطي للرأي العام قوة بإرسال الرسائل بدون أي قيود. أبو سبهان المالكي كتب: نحن معكم، استمروا يا عمالقة الفن العراقي، أنتم الذين تحكون واقع حال العراق وتشاركون شعبنا بالأفراح والأحزان، أنتم من يزرع الابتسامة والذكريات العصيبة والجميلة، كل الحب والاحترام لكم من صميم القلب. مشاهدينا، من هذه التعليقات ننتقل إلى فيديو آخر، حيث شهدت العديد من محافظات العراق تساقطا كثيفا للأمطار، وكانت الموجة الأعنف في محافظة توق في إقليم كردستان، حيث شهدت موجة سيول وفيضانات قوية. وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل لسيارات تجرفها المياه، فضلا عن أضرار لحقت بعدد من المنازل والبيوت.
في أربيل أيضا أظهرت الكثير من المقاطع المصورة قوة الأمطار التي اجتاحت المدينة. لنشاهد. مشاهدينا، الموصل أيضا كان لها نصيب من موجة الأمطار التي اجتاحت العراق، حيث وثق مواطن موصلي سقوط أحد المنازل في منطقة الجامع الكبير بسبب كثافة الأمطار. طبعا هذه منارة الحدباء، وهذا الفرع اللي أمامه مباشرة سقط بيت فعل الأمطار. طبعا سقط مع أذان المغرب، الحمد لله ما حد تضرر وما حد تأذى، ماكو أي خسائر بشرية. أي البيوت أكثريتها طبعا أهل للسقوط وتعبانة، الله يكون بعون أهل المنطقة. وهذا الفرع أيضا انسد بسبب سقوط هذا المنزل وهذه المنطقة هنا. أيضا مشاهدينا، في الموصل أقدم شاب على استخدام دراجته المائية جسكي للتنقل بين شوارع الحي العربي أيسر الموصل بعد فيضان شوارع المدينة بسيول الأمطار، وقام بألعاب بهلوانية واستعراضات حتى أنه ساعد بسحب المركبات العالقة في الوحل. لنشاهد. من بغداد، ومقطع وثقه أحد المواطنين يظهر طفلا لا يتجاوز عمره 10 سنوات يفتتح مشروعه الخاص، وهو مطعم للوجبات السريعة في منطقة المشتل. شاهدوا معي هذا الفيديو. علاوي عمره 10 سنين، الله يحفظ. علاوي شلونك حبيبي؟ شنو هذا مشروعك قلبي؟ فلافل عق عادي، وعندي مشكل، عندي هناك كبده، عندي ناس هذا زلاطه، عندي هاي ناصاص زين، عنبه، اي هاي نجعل مقبلات. حلو علاوي، اريد لفه فلافل من ايدك الحلوه. بيش اللفه علاوي؟ عمو العاديه 750 بشكل بلف. عاش ايدك، اعطيني لفه بالعنبه. علاوي ايش قد عمرك قلبي؟ 10 سنين. شوف اللفه مال علاوي الا تخبط. عمرك 10 سنين علاوي؟ اي. عاش يا فلفوله. عاش تيدك، شوف الفلفلايه نا علاوي دعم مشروعه هذا بمنطقه المشتل. عاش تيدك علاوي. مشاهدينا، التعليقات جاءت بين من شجع الطفل على العمل وبين من عارض عمله وهو بسن الدراسه. مهند جابر كتب: ايش قد حلو تلقى هيك طفل بهيك عمر فاتح مشروع وعايش منه وعنده طموح يغير حياته وحياه اهله، ربي يوفقه. اما علي رحيم فكتب: علاوي اني محامي واركض من الصبح لليل، ما قدرت افتح بسطيه لان الدولار معلق والحياه صعبه، عافيه عليك يا بطل والله يوفقك اذا فعلا المشروع لك. شيماء كتبت: أكبر غلط المفروض يتعلم ويدرس ويقرأ، هذه جريمة بحق المجتمع وغير قانوني العمل بهيج عمر. مشاهدينا، ننتقل إلى موضوع آخر. يستعد منتخبنا الوطني لمواجهة الفلبين غدا الخميس في ملعب جذع النخلة ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027، وأظهرت أحد المقاطع استعداد الجمهور لمساندة المنتخب متوجهين إلى البصرة للوقوف مع المنتخب الوطني. طبعا حاليا أنا والشباب والإخوان اللي ويانا بالرابطة واخوي ابراهيم ايبو الرسام والكادر متوجهين ان شاء الله للبصره، وجمهور البصره تحضروا، اكو عمل يرفع اسم البلد
وإن شاء الله نكون نحسن ظنكم. إن شاء الله راح نسوي شيء ما موجود وما صاير. وعملنا وشغلنا جهود ذاتية في حد ذاته. شغلنا الولد الرسامين المتبرعين للبلد العراق وأخوكم ومع الشباب لمينا اللي عندنا واشتغلنا والحمد لله والشكر محتازين لأي أحد. مشاهدينا، وتحت زخات المطر منتخبنا الوطني يواصل تدريباته استعدادا لملاقاة الفلبين غدا في ملعب جذع النخلة. لنشاهد. الخميس الشمس جميلة والله، كبير والله كبير. مشاهدينا، وفي الترندات العربية وكالمعتاد نبدأ من غزة. الفيديو لأطفال من غزة أجبرتهم الحرب على تعلم الصيد، حيث ظهروا بمقطع فيديو وهم يحاولون صيد الأسماك من البحر علهم يجدون ما يسدون به جوعهم في ظل الحصار الخانق المفروض والذي حرمهم من كل مقومات الحياة الأساسية. الدنيا لأهل الدنيا، بهذه الكلمات المؤثرة سيدة فلسطينية تصف حالهم قرب أنقاض منزلها الذي دمرته الطائرات الإسرائيلية في غزة. دعونا نشاهد. حتى ترضى يا رب، ولك الحمد يا رب، ولك الحمد بعد روح امشي امشي يا رب. أقدر الله، هذا أمر الله. إحنا ناس مشتاقين دنيا، إحنا إلنا لا يلا يا ما امشي امشي. احنا نستعون دنيا، احنا الا الجنة. خلي الدنيا لأهل الدنيا، خلي الدنيا لأهل الدنيا. مشاهدينا، تعاطف كبير كالعادة ودعوات مستمرة بأن تتوقف هذه الحرب. عبيدة رمضان كتب: خلي الدنيا لأهل الدنيا، يجوز أكثر كلمة فصيحة ممكن تسمعها. يا إلهي شو بتعبر وأدي إلها معاني، الله يربط على قلبك ويصبرك يا رب. حسان عبد الله علق: لما ياخذوا كل إشي من الإنسان حتى إنسانيته وبشريته وكل مقومات الحياة، وقتها راح يحكوا هيك الدنيا مش إلنا. هذا نتيجة الظلم والقهر يلي وقع عليهم. هادي النجار كتب: نعم، لهذا اختار الله هذه الأرض الطيبة لتكون أكثر أرض يحدث فيها قتال بين الحق والباطل. اللهم ثبت عبادك بفلسطين. مشاهدينا، وإلى فيديو آخر: في كل خيمة هناك حكاية. طفلة تروي معاناة الآلاف من الأطفال في مخيمات النزوح، حيث أقدم ناشطون سوريون على تسليط الضوء على حكاية طفلة سورية سمعت حديث والديها داخل الخيمة بتفكيرهم بوجبة الإفطار بظل الظروف الصعبة التي يعيشونها. لنشاهد. امبارحة كنت نايمة، سويت حالي يعني نايمة هيك مشان اسمع شو عم بيحكوا أهلي، ولا بفوت بتقول ماما بكرة شو بدنا نحط على الفطور، ولا بيقول قول بابا والله ما بعرف انت شو بتحي. قال روت لا بدك، كان ما بتقول ولا بيقول لها ما رضى يديني. هون شفت بابا عينها عم تبكي، قلت له شو بك؟ ولا قال لي ما في شيء، عم اشتقت للضيعة. يعني هذا عازر رمضان بيمرق علينا هيك، ونحن في الخيام يعني صرنا هون 10 سنين
من وقت كنت صغيرة أنا هون قاعدين، أنا أبوي بيحرق قلبي كتير كتير، إنه شو بدي أحكي لك، مثل هيك كأني قلبك شعلت نار وبدي يحترق هيك، بس ما بتعرف كيف بدك تطفي. ضل مبسوطة بس بعد ما جينا لهون الهموم كلها ورأسنا. يعني مشاهدينا، والآن نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود. أهلا بكم من جديد، نكمل حلقتنا مع الترندات العربية. في لبنان نشب حريق ضخم في مخيم للنازحين السوريين في بلدة عرسال اللبنانية. الحريق أسفر عن إصابات وأضرار لكثير من الخيم التي كانت الملجأ الوحيد للاجئين. يا لطيف 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 يا لطيف. أثار مسلسل مصري حالة غضب خلال الساعات الماضية على منصات التواصل الاجتماعي بسبب مشهد وصفه كثيرون بغير الأخلاقي بسبب اتهامه باقتباس جملة لأم فلسطينية كانت تبحث عن ابنها الذي استشهد في غزة، وربط النشطاء هذه الجملة بالعبارة الشهيرة التي قالتها والدة الطفل الفلسطيني في غزة يوسف أثناء ركضها في أروقة المستشفى بحثا عنه. من جهته علق مؤلف المسلسل عمرو مدحت بصورة نشرها ضمن تعليقات على المنشورات التي انتقدت المسلسل تتضمن النص الأصلي للمشهد الذي أشرف على كتابته، إذ لم يذكر فيه وصف يوسف، ونفى المؤلف علمه بالتغيير الذي حدث للمشهد السابق وظهوره في هذه الصورة. دعونا نشاهد. لا مش فاهمة البجاحة يا جماعة. لو سمحت أنا كنت جاية أسأل على حد بيشتغل عندكم هنا اسمه يوسف أو ياسين، أشقر كده شعره كيرلي وحلو. أشقر شعره كيرلي وحلو؟ أه قصدك ياسين. طفل صغير لابوه 3 سنين. شعره كيرلي وأبيض ولا؟ مشاهدينا، التعليقات جاءت غاضبة بشكل كبير من المشهد الذي اعتبروه إهانة لمعاناة شعب غزة. محمد سماح كتب: إي مبرر المشهد ده، مستحيل تكوني مش فاكرة ومش عارفة المشهد ده حرفيا متأخذ من إي. إزاي يعني إيه المبرر بجد؟ معاناة بني أدمين تتحول لسكريبت. أحمد شوكي كتب: إنك تأخذ الأحداث المؤلمة وتستخدمها في فيلم بايخ، هاي من أكبر الإهانات اللي ممكن توجهها لشعب غزة وتضحياتهم. شيماء يحيى علقت: دي مش صدفة أبدا ولا توارد خواطر، ما في حد في العالم ما بقاش عارف الجملة دي اتقالت فين ولمين، ما بقاش في دم حتى لو صدفة كانت تتغير، وما فيش حاجة تبرر ده إلا إنه المشهد تصور قبل 7 أكتوبر. مشاهدينا، وإلى فيديو آخر، حيث أطلقت المطربة أصالة نصري فيديو كليب بعنوان أصحاب الأرض من أجل دعم القضية الفلسطينية والتأكيد على مساندة ودعم الشعب الفلسطيني الذي لا يزال يعاني من الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. الأغنية حققت مزيجا من الفلكلور الشامي الفلسطيني والترويدة الفلسطينية، لا سيما أنها سعت في إحياء التراث الفلسطيني والتأكيد على تمسك الشعب بأرضه ورفضه أي مخططات عكس ذلك. لنشاهد. في مصر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه فاشن شو على فرشة بائع مصري يروج لبضاعته بطريقة طريفة في سوق الجمعة في القاهرة.
وإلى أبرز الترندات العالمية، وفيديو لبريطاني يهودي يتحدث عن فترة إقامته في إسرائيل، مؤكداً أن الفترة التي عاش فيها هناك رأى وبصورة واضحة لما يعنيه الفصل العنصري في إسرائيل، وبالطبع حقيقة أن العرب لا حقوق لهم على الإطلاق. I've lived in Israel for a period of time when I was younger. I lived on a kibbutz in Israel, and so I saw Zionism and how it works in practice, the treatment of Arabs, when I was younger. And then about 4 years ago, I went back to stay in the occupied territories. We went around the whole of the West Bank, travelled around, we met lots of Palestinians. We went to military tribunals, so we saw how Palestinians in the West Bank are treated, and how unfair the system is in the tribunals. We went to a talk on the treatment of children who've been arrested by the Israelis, bedwetting in their teens, all the kind of psychological impacts it has on children, with these nighttime curfews, the nighttime arrests by the military in the West Bank. We're both, I think, pretty disgusted with. مشاهدينا، مذيعة قناة تي واي تي الأمريكية تفقد أعصابها وتنفعل بسبب حديثها عن أموال الضرائب الأمريكية التي تذهب لتمويل الحرب على غزة. You need to bust your ass every day, work a job that you likely hate, and have a portion of your earnings taken from you by our federal government and funneled to the Israeli government so they can commit atrocities in the Gaza Strip. Are you okay with that? Because I'm not okay with that. And nothing gets under my skin more, okay, than hearing these pieces of crap say things that make it clear that they feel entitled to our money. Entitled. Entitled. That gets under my skin more than you guys understand. Many okay. children, you yourself, witness in these videos getting slaughtered or wasting away due to malnutrition and dehydration that has been brought forth by the blockage of humanitarian aid into Gaza by the Israeli government. That is what's happening right now. That is the reality. مشاهدينا، حلقتنا انتهت. شكرا لكم وإلى اللقاء.